سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين. نتمنىكم تكونوا كلكم بخير. اليوم بغيت نشارك معكم برودويات الاعتناء بالبشره، كيفاش تخليوا البشره ديالكم نقيه، كيفاش تخليوا البشره ديالكم رطبه. في اخر الفيديو غادي نشارك معكم عطري المفضل، ما غاديش نبينه لكم دابا حتى الاخر. اوكي، مره كتشوفوا هذه القناه ما تنساوش ديروا لنا واحد لايك لهذا الفيديو وتخليوا لنا كومونتير وما فيها باس الا شاركتوا معنا في القناه، وشكرا لكم بزاف. نبداو على بركه الله، نبداو على بركه الله. اول حاجه خوتي ناخذوا هاد التويشيه هادي نديروها على الشعر ديالنا باش ما يتوسخش لينا الشعر ديالنا. المهم هاد راه خديتها انا من برايمارك، قال دايره شي 1.50 €، ما غاليش. المهم هذه هي الاولى نديروها على شعرنا باش ما يتوسخش لنا شعرنا جرجير. وكنغسلوا وجهنا بالماء بارد، ما نغسلوش اخوتي بالماء سخون، الماء بارد. ملي كنغسلوا وجهنا بالماء بارد كنبداو كنديروا القماش. القماش اخوتي انا عندي ثلاثه البرودويات هنايا في الاول اخر، ها هو هذا، هادو كلهم قماشات كيكون عندهم واحد الحبيبات، كنديروها اخوتي بحال هكذا وكنبداو ندورو جوج ديال الدقائق وانتم كدوروا 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 حتى كي ينقي لكم الوجه. الا ما كانش عندكم هذا الشيء البنات نمشيو للطريقه التقليديه بلاتي مسح انا هذا العجب، نمشيو للطريقه التقليديه البنات. هذه راه خديتها من اكسيون البارح البنات، واقيلا 1.99. المهم نمشي، الا ما كانش عندكم هاد البرودويات البنات هادو من ايفغوشي، يعني ما كيكونوش غاليين بزاف ياكو، ها هما ثلاثه بهم ايفغوشي. نمشيو للطريقه التقليديه، كنفزقوا وجهنا، كنفزقوا هذه حتى هي البنات غادي نقول لكم منين شريتها. هذه من برايمارك، خديتها ب 1.50 € ديال الفيس يعني ديال الوجه. هذه كتفزقوها وكديروا شي صابون اللي كديروا لا جيل ديال الوجه وكتبداو كتفركوا فيها، وديما الفري كيكون دائري هاك، الوجه كيكون دائري. المهم احنا حيدنا هادو، غسلوه بهذا الشيء، كنغسلوه بميها كما كنقول لكم ميها بارده. ملي كنساليو كنبداو كنديروا لي ماسك. هاد شوفوا هاد الروتين اللي كنوريكم دابا ما كيكونش يوميا، كديروه مره اه مره لا، اولا كديروه ثلاثه المرات في السيمانه، يعني الويكاند تقدر دير الويكاند، الوقيته اللي عندك فيها يعني الوقت باش دير هذا الروتين ديروه. الاعتناء بالبشره ما كيطلبش شي حاجه اللي كثيره، اون بليس الا ما كانوش عندكم هاد البرودويات ديال القماش ولا هذا اللي كيتباعوا في ايفغوشي ولا في اماكن اخرى، اشنو كديروا؟ كديروا كريم وكتزيدوا عليه شويه ديال السكر، وداك السكر اللي يكون عنده الحبيبات ديالو ناعمه، كتبقاو كتخلطوه وكديروه لوجهكم. او نزيدكم واحد الحاجه، كتشدوا القهوه اللي كنشربوها، كتشدوا القهوه هذاك لوداس ديال القهوه وكتزيدوا عليه لوجيل ديال الوجه، كتزيدوها على ديك القهوه وكتغسلوا بها الوجه، الوجه كيولي صافي لمع. المهم انا كنهضر لكم على البرودويات، والا ما كانوش هاد البرودويات كاين، كتشدوا القهوه كديروا مع شويه ديال لوجيل وكتغسلوا بها وجهكم، كيولي الوجه صافي والله الا كتولي فيه واحد النعومه وكيعطيكم واحد انتعاش في الوجه ديالكم وغزال. هادو خوتي راه ما غاليينش، هادي راه خديتها غير من اكسيون. ملي كتساليو وكتغسلوا وجهكم وكتنشفوه كديروا هذا. المهم هذا راه كيبقى واقيلا غير شي 10 دقائق، لا كيبقى 20 دقيقة، أنا كنخليها غير 15 دقيقة بزاف، عاوتاني 20 دقيقة، 15 دقيقة وتنحيدو. البنات أوا حق الله وغادي تحسوا بواحد الانتعاش في الوجه ديالكم. هادو أنا كناخدو من أكسيون، لا غدا على مسكين واقيلا شي 65 سنتيم ولا شي حاجة فحال هكا، لي شيت ماسك، هادو فنين 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 فنين. المهم نحيدو هادو وندوزو لحاجة أخرى. مني كنساليو هاد الشي كامل أنا كندير هذا، هذا خوتي شي حاجه اللي زوينه، هذا كيعطيك واحد الانرجي في الوجه ديالك، واحد اللمعان، عرفتي شي حاجه خياليه. وهذا كيدير غير جوج المرات في السيمانه، كديريه بحال هكا البنات عرفتي، وكتخليه تقريبا شي 3 دقائق في الوجه ديالك، عرفتي كيعطي واحد اللمعان. وحق الله بالتجربه الوجه ديالك يولي صافي يشقشق، كلشي غادي يولي يتعجب في الوجه ديالك، يقول لك اشنو دايره في الوجه ديالك. كتخليه 3 دقائق وكتحيديه، شي حاجه اللي واعره كيعطيك واحد اللمعان وواحد الانتعاش وكيعطيك ترطيب للوجه. هذا ماسك البنات، 3 دقائق اللي كتخليه وكتحيديه هذا البنات من لونكوم، شي حاجه اللي رائعه وزوينه. المهم فيكتوريا سيكريت، حتى فيكتوريا سيكريت عندها لي كريم ديالها زوينين ورائعين. هذا اختي راه هذا كنديروا اللحمي وكنديروا الوجه كنديروا كلشي، يعني كيخلي لك واحد اللمعان زوين واحد الترطيبه زوينه للوجه. هذا ملي كتسالي هذا الماسك ديال لونكوم كديري هذا، حتى كتغسلي وجهك وكتنشفي عاش كديري كريم، الكريم اللي عندكم. وننصحكم بواحد الكريم اللي هو كريم نيفيا، نيفيا البنات كريم رائع،
نيفي غادي نعطيكم انا المره الجايه غادي نعطيكم واحد الوصفه ديال الشعر بنيفيا، جربوها وردوا عليا الخبار. كاينين بزاف ديال الكريمات البنات، يعني ماشي زعما الكريمات اللي كنوريكم انا. يا اختي مشات لي الهضره مشات لي هذا البنات، هذا اللي شفتو اونتي بوليسيون، هذا البنات هادشي كديروا الماكياج كديروه من بعد هادشي كامل اللي قلت لكم كديروه لوجهكم وكتديروا الماكياج ديالكم، هذا كيحمي لكم وجهكم من التلوث. المهم هذا راه داير بحال شي جيل كديروه في الوجه ديالكم وكديروا الميكاب ديالكم. اللي كنتو كديروا ميكاب خفيف، اللي كنتو كديروا داكشي ثقيل راه ما يناسبش هذا الشيء. عرفتي في ريحه زوينه وكيخلي الجلده ديالك رطيبه، البشره ديالك تما الجلده البشره ديالك رطيبه. اختي ما تديوش عليا الهضره ديالي انا راه مشيت. كاين واحد التويشيه البنات هذا زوين بالنسبه للمساج البشره ديال الوجه، عرفتي غزال هذا كنصح به حتى هو. البنات غادي نهضر لكم على واحد الحاجه، الناس اللي كيديروا الماكياج ومني كيبغيو يحيدوا الماكياج برودوي اللي قلت لكم وهاد الطريقه اللي وريتكم تقدروا ديروها من بعد ما تحيدوا الماكياج. المهم غادي نوريكم واحد دي ماكيون اللي كنستعملو وزوين وكيخلي الوجه كيشعل، هو هذا، هذا ديال ديور البنات عرفتي، تيمسح لكم الماكياج من الجدر من ضربه وحده، كديروه تيحيد لكم الماكياج من ضربه وحده ما تيخليش. شي اختي راه مسدود كاع ما استعملتو مره وحده شي حاجه اللي رائعه. ملي كتستعملوه ولا تنجيب شي قلم ديرو في يديا اولا شي عكر هكا، المهم غادي تشوفوا من دقه وحده الكحول اي حاجه تيحيدها في دقه وحده. نجيبو الطينه ديالنا نديرو هكا نخلطوه مزيان باش يتجانس مع هذاك الشيء هكذا غير شويه ما تقاوش وكتحيدو. ها شوف دقه وحده البنات سمحوا لي شتو. غادي نجيبو كحل هو اللي غادي ينفعنا فيه، غنجيبو الريسيله البنات ونخليو هكا غادي نخليه شويه انا فهمتوني غادي نخليه شويه حتى ينشف عاش غنوريكم كيفاش غادي يمسحوا لينا، ولكن راه دقه وحده البنات ما يخليش. المهم ملي تساليو هذا الشيء كامل البنات كما قلت لكم ديروا ليا واحد كريم الوجه ديالكم اللي كيناسبكم او ليكرون اللي كتناسبكم، وديك الساعه سيروا الخدمه ديالكم. اللي كيدير الميكاب راه كيدير الميكاب، اللي ما كيديرش ما تنساوش الترطيب ديال الشفتين، وان شاء الله غادي نعطيكم وصفات ديال ترطيب الشفتين. كنديروا هذا تا هو من افغوشي البنات، هذا تا هو رائع جدا في بزاف ديال الفليفر، كاينين بزاف ديال الالوان فيه وكيعطي حتى واحد اللوين زوين في الشفات ديالكم. المهم كما قلت لكم ملي تساليو هذا الروتين ديروا هاد الشفات حتى هما للشفتين، الشفات ما فهمتش منين جاتني انا الشفات، ديروا الفيم ديالكم باش يرطع. قلت لكم البنات انايا كنستعمل هذا قبل ما ناخذ هذا راه كنستعمل هذا راه من اكسيون حتى هو غادي نوريكم سميتو تقدروا تشريوه زوين ما نقولوش مش زوينش زوين في واحد الريحه فنه فنه. نجربهم بجوج كنتسنى هذا غير ينشف شتيها غادي ينشف غادي نورك عليه مزيان باش ينشف باش نوريكم كيفاش كيحيد. كنحركو هذا مزيان كما قلت لكم غادي نحيد بارت بهذا ونحيد بارت بهذا ونشوفوا الفرق اللي بيناتهم. نقيطه البنات ماشي بزاف، شوفوا البنات ها كتشوفوا غادي نحيد غير بارت منه شوفوا شتي ها والله يتا رائع رائع ديال بصح. نحيدو هادي نشوفوا هذا ديال اكسيون باش نعطيكم غير فكره، يعني تقدر يكون انا اول مره غادي نجربها نجرب معكم. هذا خجيجري هذا من ضربه وحده وهذا المهم نفس الشيء سمعتوني البنات نفس الشيء بحال بحال هذا ديور وهذا غير عادي من اكسيون. هذا ما كان البنات، المهم كما شفتوا معنا دوزت معكم برودويات اللي ماشي والله ما غاليين كاينين في ايفوشي تقدروا تاخذوهم. لي كريم حتى هما هذا ديال فيكتوريا سيكريت يعني تقدروا تبدلوه. بغيت نوريكم واحد الحاجه في الاخر حتى الاخر تقدروا تبدلوه باي كريم. انا هذا ديما كناخذو من ايفوشي ديال الترطيب ديال الشفتين
ايوا شي حاجه رائعه، هذه راه زوينه بحال كديروا مساج للوجه ديالكم، راه زوينه البنات، بغيت فن فن فن، استعملوها وجربوها وردوا عليا الجواب. المهم البنات هذا ما كان اللي بغيت نوريكم، وهو هذا البرودوي اللي تقريبا ما عرفتش ما لقيتوش انا باقي. هذا شي حاجه رائعه، هذا ماشي ديال الوجه، هذا ديال الجسم، هذا كريم من اللويزه، ديك اللويزه اللي كنشربوا حنا، عرفتي شي حاجه اللي واعره، كريم رائع جدا كيعطي انتعاش. هذا الجسم هذا ديريه ملي تاخذي واحد الشاور واحد الحمام تبارك الله وديريه من وراه، عرفتي في ريحه زوينه ومصنوع من اللويزه، كريم عرفتي كيخلي الجسم فن، وكيبيض الماء اللي كيحلين عندك مثلا المرفق هنايا ولا في الركبه ولا شي حاجه، عرفتي تيبيضهم تيرجعهم شهوه منهم. غزال 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 بزاف. شوفوا الاسم ديالو الاصدقاء الا بغيتوا تقلبوا لي، انا ما عرفتش فين كيتباع، انا كان جاني عند واحد السيده هي اللي عطاتو ليا، ولكن ما عرفتوش اصلا فين كيتباع. ومني جربته في الاول ما عرفتوش، انا ما عمرني سمعت هذا الكريم، ولكن مني جربته كان شي حاجه اللي رائعه رائعه جدا. قبل ما نسالي معكم الفيديو خوتي، بغيت نوريكم البارفان اللي جديده عندي، وهي هذه ديور ميس ديور او دو بارفان ميس ديور، شي حاجه اللي توب دي توب، شي حاجه اللي واعره بزاف اللي كتحمق والله العلي العظيم، الا ريحتها فنه، رشيتها قبيلات وبقات فيا الريحه، عرفتي ريحتها يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. ميس ديور البنات، ميس ديور. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ومازال ان شاء الله غادي نجرب معكم برودويات اخرين، وغادي ان شاء الله نوريكم بزاف ديال لي سوان ديال الوجه الرجلين، ان شاء الله الشعر، ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الوصفه ديال الشعر غزاله ان شاء الله عما قريب، خاصني غير نلقى الوقت ونديرها معكم. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، الى عجبكم ما تنساوش ديروا لنا واحد لايك، وما فيها بات الا شاركتوا معنا في القناه وخليتوا لنا واحد التعليق. نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.